أهلا بكم مشاهدينا الكرام في تغطيتنا لأهم الأخبار المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، ونبدأها بأبرز العناوين. طرح شهادات جديدة بسعر عائد يصل إلى 25%، افتتاح منافذ أهلا رمضان بالمحافظات بسلع مخفضة تصل إلى 30%، أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1675 جنيها، ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.25% بختام تعاملات جلسة الأربعاء. طرح شهادات جديدة بسعر عائد يصل إلى 25%. أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادة إدخارية جديدة مدتها سنة بعائد يصل إلى 25%، يصرف في نهاية مدة الشهادة أو بعائد يبلغ 22.5 يصرف شهريا، ذلك اعتبارا من اليوم الرابع من يناير. وتصدر الشهادة الإدخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين، ويتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة، ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، وتسترد أو تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الإسمية، ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك. افتتاح منافذ أهلا رمضان بالمحافظات بسلع مخفضة تصل إلى 30%، وأعلنت الغرف التجارية تنظيم أكثر من 200 معرض ثابت بخلاف المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30%. هذا وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قال إن تلك المبادرة السنوية التي تم تبكيرها هذا العام لتبدأ من شهر يناير بهدف زيادة خفض الأسعار وتوفر السلع، ووفر معالي المحافظين الأراضي القريبة من التجمعات السكنية وكذا الخدمات من كهرباء وحراسة ونظافة، وقامت الغرف بإنشاء المنافذ وإدارتها. وبالنسبة لأسعار الذهب، يسجل عيار 21675 جنيها، أما عن أسعار الذهب يبلغ سعر جرام الذهب من عيار 21675 جنيه وهو الأكثر مبيعا، في حين يتجه السعر العالمي للصعود مسجلا 1858 دولار، وسجل عيار 18436 جنيه، أما عيار 24 سجل 1914 جنيه، والجنيه الذهب سجل 13400 جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.25% بختام تعاملات جلسة الأربعاء. وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.13 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 50 بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 2733 نقطة. إلى هنا تنتهي نشرتنا الاقتصادية، شكرا لحضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.